الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير ما يسمى أو ما تسمى المصفوفة الموجبة الأكيدة Positive Definite Matrix، وعلى بركة الله نبدأ. يلجأ علماء الاقتصاد إلى توظيف المصفوفات في حالات عديدة، منها التعرف على النقاط الحرجة وما يسمى critical points التي تجعل دالة ما تصل إلى نهاية صغرى مكسيمة أو عظمى منيمة أو نقطة سرد بسميها saddle point. الأمثلة كثيرة على الدول الاقتصادية، دالة التكاليف مثلا، بهم الاقتصادي عالم الاقتصاد أن يفهم أو أن يعرف أين وصلت إلى النهاية الصغرى. دالة الإنتاج، يهم عالم الاقتصاد أن يعرف متى تصل إلى النهاية العظمى. دالة الأرباح، إلى النهاية العظمى. وكثير من الدوال التي تخضع لقيود قيود معينة نسميها constraint optimization، هاي في مقاطع كثيرة على هذه القناة حول ما يسمى constraint optimization. نستعرض في هذا المقطع القصير ما تسمى المصفوفة الموجبة الأكيدة positive definite matrix بواسطة مثال كمي. لنفترض وجود المصفوفة الآتي، هذه الآن مصفوفة A، هنا عندي الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث. لاحظوا لي هنا 4 سالب 2 سالب 2 سالب 2 4 سالب 2 سالب 2 سالب 2 4 زائد A. طبعا هاي مقصودة هنا، سأبين لماذا بعد قليل. فهذه المصفوفة ثلاثية، 3 بثلاثة، تتكون من هذه العناصر 9 عناصر، فنتابع بإذن الله. أوكي. الآن هناك عدة طرق لاختبار كون المصفوفة A موجبة أكيدة أو موجبة شبه أكيدة، بسمى إحنا positive definite matrix أو semi positive definite matrix أو خلاف ذلك. طبعا الآن افترضنا وجود المصفوفة هاي A، هذه المصفوفة ثاني مرة نعيدها هنا. ذكرنا بأن هناك عدة طرق لاختبار كون المصفوفة A موجبة أكيدة أو موجبة شبه أكيدة أو خلاف ذلك، وهذه الاختبارات هي، هناك هذه الاختبارات، اختبار محددة المصفوفة نسميها Determinant Test، يعني بواسط الآن محددة هذه المصفوفة أو أجزاء منها، يعني نتعرف على أنه كونها موجبة أكيدة أو خلاف ذلك. وهذه اختبار، طبعا هنا اختبار محددة المصفوفة Determinant Test. اختبار الثاني هو اختبار المحور Pivot Test، واختبار الطاقة أو ما يسمى اختبار إكمال المربع energy or the so-called completing the square test، واختبار قيمة eigen أو eigen value. الآن يقتصر هذا المقطع على فقط استخدام اختبار محددة المصفوفة the determinant test حتى نتأكد من هذه موجبة أكيدة أو غير ذلك. نقوم في هذا المقطع كما ذكرت باستخدام اختبار محددة المصفوفة اللي هو determinant test، الذي يقضي بتجزئة المصفوفة هذه إلى مصفوفات فرعية ثلاث، يعني المصفوفة الفرعية الأولى، الثانية، وكل مصفوفة، ثم حساب محدد كل مصفوفة ناتجة. هذه المصفوفة ثاني مرة إيه؟ إذن أول يعني خطوة نقوم بتجزئها إلى، لأنها ثلاثية، إلى ثلاث أجزاء. هذه الآن الجزء الأول منها فقط العنصر الذي أتى على أقصى الشمال الغربي هنا 4، هذه لاحظوا إن هون ميزنا 4. ما هي محددة هذه القيمة؟ هي 4، فإذا هنا 4 أكبر من 0. بما أنها أكبر من 0 نتابع الآن. الآن هاي عندي المصفوفة الثانية اللي هي 4 سالب 2 سالب 2 4، ما هي محددتها؟ هذه تساوي 4 في 4 سالب سالب 2 في سالب 2 يساوي 12، إذن أكبر من 0. وأخيرا المصفوفة الثلاثية الجميع كلها، يعني هنا هذه الآن محددتها هي تساوي 4 في محددة ما تبقى سالب سالب 2 في محددة ما تبقى. يعني الآن نستخدم طريقة حساب محددة المصفوفة كلها بالطريقة الاعتيادية، بيكون الجواب النهائي تساوي 12A. لا يمكن أن تكون هذه موجبة إلا إذا كانت A هنا أكبر من صفر. ما يعني إذا كانت A أكبر من صفر، بيكون بالحالة هذه في حالة كانت محددات كل المصفوفات الفرعية. لاحظوا لي المصفوفة الفرعية الأولى اللي هي أرجع لها، هذه محددتها 4 اللي هي أكبر من صفر. محددة الثانية
هي 12 أكبر من صفر، ومحددة الأخيرة لا يمكن أن تكون أكبر من صفر إلا إذا كانت هذه A أكبر من صفر، وبالتالي القرار الأخير في حالة كانت محددات كل المصفوفات الفرعية أكبر من صفر فإن المصفوفة تكون موجبة أكيدة بواسطة اختبار محددة المصفوفة. هذا الاختبار هو اختبار، هو اختبار كاف، يعني إذا كان اختبار محددة المصفوفة يشير إلى هذه النتيجة فبتكون المصفوفة هذه موجبة أكيدة أو ما يسمى positive definite matrix. أكون بهذا يعني بهذه الفكرة قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي. حتى تستوعب الأفكار يجب الرجوع إلى المقطع وتوقيفه حيث تحتاج أكثر من مرة، وإن شاء الله إلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.